ont été accomplis à l'échelle mondiale en matière de sensibilisation, la désertification, ainsi que dans la mise en œuvre de mesures pour lutter contre la dégradation des terres. اليوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات والشركاء تاعها تحتفل باليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف. هذا هو ذكرى للتوقيع تاع الاتفاقية الأممية اللي تسميت في 1994، والمغرب بطبيعة الحال من موقعين مصادقين لهذه الاتفاقية. هذا اليوم هو يوم يمكننا باش نقوموا بواحد العمل تحسيسي لإشكالية ظاهرة التصحر، الظاهرة اللي كتعرفها بلادنا، بحيث كل كعرف بأن 93% من المجال تاعنا كله عنده مناخ جاف أو شبه جاف، وبالتالي فهو مهدد ظاهرة التصحر. هذا اليوم تختار له الموضوع مقاربة النوع ومحاربة التصحر. هذا كيدل على الأهمية اللي كتعطيها الأمم المتحدة لإشكالية مقاربة النوع، وخاصة في هذا المجال تاع محاربة التصحر، لأن المرأة كنعرفوا بأن المرأة القروية خاصة عندها واحد الدور مهم في تدبير الأراضي، بحيث أنها هي اللي كتسهر على الفلاحة المعيشية والعائلية، هي كتسهر على تدبير المجالات للكلاء والمجالات كذلك الغابوية، وعندها واحد ارتباط مهم مع الموارد الطبيعية بصفة عامة. وبالتالي هذا التحسيس نتاع المجتمع ككل بهذا الدور للمرأة نظنوا بهو مسألة مهمة اللي غتخلي المرأة عاوتاني تاخذ المنصب تاعها والحقوق تاعها حتى تتمكن باش تلعب الدور تاعها كامل، وكما جاء في الخطاب نتاع الأمم المتحدة بالنسبة لهذه الاتفاقية، فالمرأة عندها دور مهم في محاربة التصحر. وشكرا. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي لمحاربة التصحر والجفاف اللي كيصادف 17 يونيو من كل سنة. هذا العام تم اختيار شعار الاحتفال بهذا اليوم هو مرأة أرضها حقوقها، وبالتالي كانت هذه فرصة لنا داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لتقديم الخطوط العريضة للدراسة اللي قمنا بها حول مؤسسة قطاع مقاربة النوع داخل الوكالة. الدراسة اللي تمت بشراكة مع الأصدقاء ديالنا مركز الامتياز لمقاربة النوع التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، الوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. دونك هذه الدراسة اللي مكنتنا باش نعرفوا شنو هما المسائل اللي كاينه، شنو هما الاختلالات، شنو هما مواقف نقاط القوة والضعف.